تنظم وزارة الصحة اليوم هذه الورشة لعرض المحاور الأساسية للملف الاستثماري لإطار آلية GFF التي نبني عليها أملاً كبيراً في وضع خطة تطوير بنية صحية متينة لصالح هذه الفئات وكل المتخلفين عن الركب. وتحقيقاً لهذه الغاية أدعوكم أيها المشاركون الأعزاء لإثراء المناقشات لبلورة هذا الملف وإخراج هذه الأداة الثمينة للمساعدة في صنع القرار، والتي ستسمح لنا من الآن فصاعداً باستهداف وترتيب أولوياتنا وترشيد وتوفير الخدمات الصحية بطريقة أكثر إنصافاً. سيداتي سادتي، لا يسعني هنا أن أنهي كلمتي هذه دون أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركائنا على دعمهم في إعداد هذه الخطة، وخاصة البنك الدولي من خلال مختلف مشاريع دعم القطاع الصحي التي يمولها في بلادنا. وعليه أعلن على بركة الله افتتاح ورشة تقاسم ووضع اللمسات الأخيرة على الملف الاستثماري الخاص بصحة الأم والطفل في إطار آلية التمويل GFF. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.